الحقيقة أن مشروع مستقبل مصر هو مشروع متكامل، يعني في جزء صناعي، في جزء للإنتاج الحيواني، وفي جزء أيضا للإنتاج الزراعي. يمكن ده اللي واضح لحضراتكم. إحنا دلوقتي داخل القطاع الزراعي الحقيقة أمام أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة جدا بصحبة المهندس طارق فهمي. خلينا نتعرف أكتر على إيه اللي موجود دلوقتي داخل هذه الأراضي الزراعية وإيه اللي بيحصل للاستيراد والتصدير للخارج. أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. إحنا الحمد لله بنقترب من وقفة الاستيراد مع طبعا هذا المشروع العظيم في معظم المحاصيل الزراعية إن شاء الله. طب إحنا دلوقتي قدام محصول إيه؟ كلمنا عنه. محصول الفاصوليا الصيفي. محصول الفاصوليا الصيفي. طيب ايه المحاصيل الصيفيه وايه المحاصيل الشتويه؟ الفاصوليا بتزرع هنا عروات، عروه الشتوي والعروه الصيفي. الغرض من الزراعه في العروتين طبعا الاستهلاك المحلي، والغرض الاخر هو طبعا التصدير طبعا للمساهمه في توفير العمله الصعبه. هايل. المشروع بيتوسع بصوره واضح جدا انها بصوره سريعه. سريعه جدا يا فندم. احنا كنا فين وبقينا فين؟ احنا بدانا امتى ووصلنا لايه دلوقتي والمستهدف ايه ان شاء الله؟ والله يا فندم كان توجيهات سياده الرئيس في عام 2017 بالتوسع في الرقعه الزراعيه، وطبعا بفضل ان شاء الله بفضل الله ان احنا 2027 هيوصل جهاز مستقبل مصر التنميه المستدامه 4.5 مليون فدان. طبعا سنه 2027 طبعا دي هتعمل اكتفاء. احنا دلوقتي وصلنا كم فدان حاليا؟ الزراعه اللي احنا بنزرعها فعلا 800,000 فدان زراعه فعليه، غير المساحات طبعا المستصلحه، لان احنا بنزرع نسبه 80 ل 90% من الارض، والباقي طبعا على اساس ان احنا نعمل استدامه للابار الجوفيه اللي انت شغاله طبعا. ايه التحديات اللي واجهتكم؟ يعني الارض برضو والاستصلاح اكيد كان صعب. طبعا، بس بفضل الله يعني عندنا جميع الميكنه الحديثه بتسهل معانا طبعا في موضوع الاستصلاح، ان احنا بنقدر نستصلح اكبر كميه في اقل وقت. دي حاجة. الحاجة التانية حتى في الزراعة برضو احنا هنا طبعا بالنسبة للزراعة بنستخدم سبل الري الحديثة، سواء الري بالتنقيط او الري بالبيفوت اللي هو الري المحوري. ده طبعا بيساهم معانا ان احنا بنقدر نزرع اكبر مساحات. طبعا بالنسبة للزراعة عندنا الزراعة الآلية والحصاد الآلي، فبالتالي طبعا غير الزراعة التقليدية، ان انت مثلا ما تقدريش طبعا لو احنا عندنا ماشيين بالزراعة التقليدية ما كناش نقدر طبعا الكم المغول ده من المساحات الزراعية، سواء في عدة المحاصيل المختلفة. الغرض طبعا جهاز مستقبل مصر للزراعة المستدامة. التوجهات بالنسبة للزراعة طبعا أهمهم كانت المحاصيل الاستراتيجية، وهو طبعا محصول القمح على رأسهم يعني، ومحاصيل الحبوب زي محصول الذرة الشامية، محصول عباد الشمس، محصول فول الصويا، محصول الفاصوليا، محصول السمسم طبعا. بالنسبة لمحصول القمح احنا بنزرعه لغرضين، الغرض الأول وهو طبعا الإنتاج المحلي والمساهمة في سد الفجوة الغذائية. الغرض الثاني احنا بنزرعه لإنتاج التقاوي لزراعة الموسم القادم. بالنسبة للمحصول الفول الصويا طبعا ده من المحاصيل الصيفية، الغرض من الزراعة طبعا في صناعة الزيوت، وطبعا بناخد القشور بتاعته بتدخل في صناعة الأعلاف، غير طبعا بيدخل منه برضو بيدخل في الصناعات الغذائية زي البرجر واللانشون. احنا عندنا محاصيل قلت مصر استراتيجية بيتم تمام زراعتها هنا داخل مستقبل مصر، ايه هي؟ المحاصيل الاستراتيجية اهمها طبعا بالنسبة للعروة الشتوي محصول القمح، العروة طبعا، والمحصول الثاني وهو محصول بنجر السكر. برضو زي ما بقول لحضرتك هنا الميكنة الحديثة والامكانيات بتساعدنا ان احنا بنقدر بفضل الله بنزرع اكبر كميه، لان طبعا كل محصول ليه ميعاد زراعه وميعاد حصاد، فكون ان انا اقدر ازرع اكبر مساحه في اقل وقت ممكن بالنسبه للمناخ، فده بيساعد معايا بفضل الله احنا بنطلع دايما اعلى انتاج واعلى كواليتي، لان طبعا الارض لسه حديثه لا يوجد بها امراض، نسبه الحشائش يعني معدومه شبه معدومه، فده بالتالي طبعا بيساعد معنا في الانتاج وفي الجوده. كم عدد الايدي العامله الموجوده هنا تقريبا؟ والله في ايدي عامله مباشره وفي اللي هي يعني موظفين في القطاع، نتكلم على القطاع الزراعي اللي انا موجود فيه، ده يتعدى ال 5000 موظف، ده بالنسبه للاداره الزراعيه، غير طبعا في حاجه اللي هي العماله اليوميه، طبعا بيدخل المشروع يومي ما يعادل من فوق ال 20 ل 25000 عامل شاب، طبعا بتشتغل في طبعا في حصاد، مثلا عندنا مثلا البطاطس حصاد آلي ونصف آلي، فالنصف آلي ده بيستهلك عمالة، في بعض مثلا لو في البنجر بنبتدي نستخدم برضه عمالة
فبالتالي طبعا يعني المشروع بيساهم برضو في سد برضو الايه البطاله بالنسبه للايدي العامله. طيب هايل بصراحه، لكن امتى هنوصل للاكتفاء الذاتي؟ يعني المشروع ده معروف ان هو يعني تم خصيصا لتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل مصر، وبعدين التصدير. والله يا فندم هقول لحضرتك، احنا بفضل الله في عام 2027 بفضل الله هنكون قدرنا نحقق اكبر قدر من الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعيه. احنا في الوضع الحالي ممكن نقول ان احنا طبعا زدنا بنسبه كبيره بالنسبه لانتاج محصول القمح، لان برضو الغرض من التوسع في الرقعه الزراعيه مش ان احنا بنعمل ارض بس، القصه كلها ان احنا برضو بنحاول نحافظ على خصوبه التربه. الحاجه الثانيه برضو سبل الري، ان احنا بنعمل ترشيد المياه مع التوجيهات برضو القياده السياسيه ان احنا بنعزز الانتاج من وحده المساحه. يعني لو نيجي نتكلم مثلا من عام 2014-2015 كان متوسط مثلا انتاج القمح بيتراوح من 14 ل 16 ارداب، بقى احنا بفضل الله في مصر دلوقتي بيتراوح 18 ل 22 ارداب، مع ان في طبعا مساحات بتوصل ل 26 ارداب اللي هي ما يعادل فوق 3 طن ونص للفدان، بس احنا بنتكلم يعني كمتوسط عام للانتاج. فالقصه كلها ان احنا هنستخدم ميه اقل ونطلع اعلى انتاج. باشمهندس، احنا يعني دايما في الفتره الحاليه بنقول ان احنا بنعاني من التغيرات المناخيه، الى اي مدى الاراضي دي والمحاصيل يعني في تكيف مع التغيرات المناخيه؟ والله والله حضرتك حاجه، هي بصي لما بتواجهي مشكله تغيرات المناخيه يبقى احنا نرجع للعلم الحديث. يعني وليكن مثلا لو في عندي اجهاد حراري، لو ارتفاع في درجات الحراره او انخفاض في درجات الحراره، فبالتالي طبعا بتعمل ذبذبه في بالنسبه لدوره النبات، فبنتجه احنا للرش بالنسبه للمغذيات، بتساعد طبعا في مقاومه الاجهاد سواء الاجهاد الحراري الارتفاع او الانخفاض. فده طبعا بيتسهل علينا الحمد لله، بنقدر نتغلب عليه. في صيانه مستمره عندنا؟ الصيانه لا، احنا بنتكلم كمان على التغذيه مش الصيانه دي بتتكلم مثلا لو في اجهزه الري المحوري او الرشوت، لكن انت عندك المعدات بفضل الله افضل معدات، معدات حديثه عندنا بتساعد معانا زي ما بقول لحضرتك، يعني احنا بنتنبأ ان في مشكله هتيجي، يعني ما بنستناش ان يعني المشكله تجيلنا واحنا يعني نعالجها. لا، المحاصيل كتير قوي في الفترات السابقه وفي السنوات السابقه كانت بتقل نتيجه للتغيرات المناخيه، فهل ده مش بيحصل هنا الحمد لله؟ لا لا بفضل الله لا، او زي ما بقول لحضرتك هي القصه كلها ان انت لو بتزرعي نفس المحصول في نفس التربه فبالتالي انت بتقللي من خصوبه التربه. الحاجه الثانيه ان انت المحصول نفسه لما الخصوبه بتقل فبالتالي بيطلع الانبات بتاعه ضعيف، ما بيقدرش النبات بيقدر يقوم طبعا العمليه بتاعته، فبالتالي بيبقى المناعه بتاعته ضعيف، فبتبتدي تصاب بالامراض او بالافات. فاحنا هنا بفضل الله بنعمل توجيهات ان احنا نحافظ على خصوبه التربه، يعني من اكثر التوجيهات اللي جايه لنا ان احنا نحافظ على خصوبه التربه، ترشيد استهلاك المياه، تعزيز الانتاج، ودول الثلاثه بفضل الله اللي احنا بنقدر نشتغل عليهم. طيب باشمهندس، هل جوده المنتجات اللي بتتم للانتاج المحلي هي نفسها على جوده المنتجات اللي بتصدر؟ والله بص هقول لحضرتك حاجه، بفضل الله احنا عندنا الجوده كلها تتراوح في معظم المحاصيل فوق 80-90%. بالنسبه للجوده سواء سوق محلي او سوق صادر احنا ما عندناش مشاكل في الامراض لحد دلوقتي، ما فيش اي مشكله. فما بنواجهش المشاكل، يعني ان انا مثلا هقول لا المحلي هصدره هديله مثلا اللي فيه المشكله والسوق التصدير هديله الكواليتي العالي. طيب احنا بنحافظ على هذا المحصول ازاي وبنخزنه ازاي؟ والله حضرتك بالنسبه لما نتكلم عن محصول بالنسبه للبطاطس، عندنا طبعا المنطقه الصناعيه فيها مجمع ثلاجات بنقدر ندخل فيها المحصول من الارض مباشر بدون يتعرض لدرجات الحراره ولا الكدمات او اي حاجه تعيق التصدير، وبنخزن فيها طبعا من ضمن الثلاجات. في طبعا ثلاجات بتبقى الغرض التجاري اللي هو التصدير، والغرض الثاني اللي هو للتقاوي لزراعه الموسم القادم زي ما ذكرت لحضرتك. بالنسبه عندنا صوامع لتخزين الغلال بالنسبه للمحصول القمح او المحاصيل الجافه زي الفاصوليا والذره. بالنسبه للذره برضو الشاميه عندنا المجففات، دي طبعا بتساعدنا ان انا نقدر ممكن استفيد من توسع الزراعه. طبعا نقول نستفيد ازاي؟ زي ما حضرتك ذكرتي ان في طبعا تغيرات المناخ
ساعات بنيجي مثلا نحصد، فبالتالي بتبقى رطوبة الجو متغيرة غير الطبيعية، فبالتالي هيأخر معايا ممكن حصاد المحصول أكتر من شهر أو شهر ونص من ميعاد حصاده إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس طارق فهمي على وجودك معانا، وبتمنى لك مزيد من التوفيق. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، ده كان جزء من مشروع مستقبل مصر. زي ما قلت لحضراتكم في البداية إن هذا المشروع متكامل، فيه إنتاج حيواني وفيه أيضا مكان للتصنيع.